نكتب لك دال وجواب للواي بحقر ايهم يا القوام ريهم للحموم اسكان جوف السماء من الطاير وبريه بلاك من العقواب يا ادمهم يستحضر احمام منه وغير خطيه يا ضربة وغير أم شؤومة سترى الله ضامن وهال ولا رايح ليه خيمات ربي بلا حكومة خيمات ربي ولي تما تهرب ليه كي تلحق للقبة وبزامك خفاك بالجنح تنال الكاغط وريه يا قراص يحبس السلوم يفارك الذل وجواب يا راوس تفيه يا ولايدك طال بالذنوم وكالي بوه عاد بلاد عينا قربيه وكالي بوه شريف حرمه يا ماتي ما خافش لابس عليه وين عبد راجه في علمك ما ياكل في ما يدعى ولا سهرة تجيه يا لا خبز الشعير ديما يزهد في الخاينة ويا قهر في نفسيه خرجت نفسه البوه مقيمة قالت له ذي الحدية صعبة من يبغيه قالت لها هدرتك دائما ما سعفتك شعل الحديث اللي تبغيه قالت له يا شريف عظمى ذي الكون اللي اعطاه ربي وين عليه غرسك سجي وراه علمى غرسك سجي وما يكون ارادي فيه نتواصل لك بالمالي عمر الحق نصر ربي عطيه نتواصل لك بالسيد علي سيف القدر اعطاه والنصر عليه نتواصل لك بالجلالي عبد القادر البر كله بيديه يا القران الشريف غالي كرسي والعرش والقلم قولي وفيه جهيتك بالإله ربي محمد صاحب اشفع نهرب ليه هذه هذه خير الصحه.